داد الحسين المشرف العام لاتحاد تنسيقيات قدماء المحاربين والعسكريين والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق. منين جيت؟ من مدينة العيون. كان أزر إخواني خصوصا هاد الناس المهددين بالطرد. يجب تطبيق أوامر جلالة الملك خصوصا في هذا فيما يخص السكن العسكري والمخزني. وفئة قدمت تضحيات لوطنها واليوم في آخر العمر، من الواجب الدولة تحميها. احنا ما كرهناش حتى الرأي العام يعرفهم، باش نكشفوهم على الحقيقة ديالهم، وأظن عنهم راه باينين، وهما لوبيات العقار اللي غادي نسكتوا على الكرامة ديالنا وعلى الحقوق ديالنا مهما طال الزمن، وسنبقى مدافع عنها وعلى الكرامة ديالنا، متضامنين من طنجة للقويرة كقدماء محاربين. المغربي وتحياتي للصحافة الحرة دائما، ومزيدا لان انتم اللي غادي انتم امل الشعب المغربي وخصوصا الفئات الهشة. راه انتم الامل ديالها الصحافة الحرة، راه املها هما هاد الصحافة تبلغ المعاناة ديالها. وتحياتي لكم والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. داد الحسين المشرف العام لاتحاد تنسيقيات قدماء المحاربين والعسكريين والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق. منين كنقولوا ذوي الحقوق؟ يعني بنات وأبناء الشهداء وبنات وأبناء الأسرى سابقا والمعطوبين، يعني جميع أطياف هاي الشريحة. اليوم جيت من مدينة العيون، كان أزر إخواني خصوصا هاد الناس المهددين بالطرد من المساكن ديالهم اللي قضوا فيها تقريبا واحد 70 عام. واللي كنقولوا دائما اللي كنقولوا وهو يجب تطبيق أوامر جلالة الملك خصوصا في هذا فيما يخص السكن العسكري والمخزني. وكنقول نأدوا يعني هاد اللوبيات اللي يعني عيب وعار واحد الإنسان أو فئة قدمت تضحيات لوطنها واليوم في آخر العمر، من الواجب الدولة تحميها في هذا السن هذا. يسردوه هو وليداته، واش كاين شي ظلم فوق هذا؟ بغينا حنا كنقلبوا، وهذا من دور الصحافة الحرة باش توصل وتبلغ يعني هاد الدور ديال هاد الناس هذو اللي وراء هاد عدم تفعيل او تطبيق اوامر الملك. شكون هما؟ حنا ما كرهناش حتى الراي العام يعرفهم، باش نكشفوهم على الحقيقه ديالهم، واظن عنهم راه باينين، وهما لوبيات العقار اللي داسوا على يعني على الاخضر واليابس. وحنا والله ما غادي نسكتوا كشريحه قدماء المحاربين وكمدافعين على الوطن. وخرجوا هاد الناس باش يبنوا العقارات ديالهم من طبيعه الحال، لان ساويه الثمن ولات ولا هاد الناس هادو اللي ساكنين هاد الديور لا يساووا حتى ديك البصله الخامرة اللي ولات، ما كيساووها يعني مساويها. اليوم حنا ما غاديش نسكتوا على الكرامه ديالنا ولا الحقوق ديالنا مهما طال الزمن، وسنبقى مدافع عنها وعلى الكرامه ديالنا، متضامنين من طنجه للقويره كقدماء محاربين. وهذه رساله كذلك للراي العام، راه ما غاديش نسكتوا. وشريحة قدماء المحاربين كتمثلها المغرب من طنجة للقويرة، فيها الصحراويين، فيها الزوجيين، فيها الشماليين، فيها جميع أطياف الشعب المغربي، وهكذا هو الشعب المغربي. وتحياتي للصحافة الحرة دائما، ومزيدا لأن أنتم اللي غادي أنتم أمل الشعب المغربي وخصوصا الفئات الهشة، راه أنتم الأمل ديالها الصحافة الحرة، راح املها هما هاد الصحافه تبلغ المعاناه ديالها. وتحياتي لكم والسلام عليكم.